بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة وطلبات الصف الخامس الابتدائي. هنحل مع بعض General Exercises on Units 1, 2 and 3. هنحل على الثلاث وحدات الأولى والثانية والثالثة. السؤال الأول: Listen and write T true or A false. سؤال الاستماع، طبعا بنسمع له الجملة الأول. بيقول لي I had an awful nightmare. awful nightmare يعني حلم فظيع أو كابوس بمعنى أصح. The air was black and toxic. الهواء كان أسود وسام. My little brother was ill. أختي الصغيرة كانت مريضة. He had to go to hospital. أخي الصغير كان مريض واضطر إن هو طبعا يروح المستشفى. السؤال الأول بيقول I had a nice dream. nice dream يعني حلم جميل. طبعا ده ما كانش حلم جميل، يبقى false. The awful nightmare. The air was black and toxic. الهواء كان أسود وسام. إجابة صحيحة true. Number three, my little brother had to go to hospital. true. اضطر إن هو يروح المستشفى. السؤال اللي بعد كده listen and complete. استمع وأكمل. Jack went to the market to sell his cow. جاك راح فين؟ راح الماركت، راح السوق عشان يبيع البقرة بتاعته. Jack met an old man. قاب رجل عجوز، an old man. يبقى جاك met an old man. The old man has a special. كان معاه special ايه؟ special beans، حبوب فول او حبوب فاصوليا خاصة. السؤال اللي بعده choose the correct answer. اختر الاجابة الصحيحة from A, B, C or D. He is kind and not all people love him. طالما كل الناس بتحبه يبقى هو kind and ugly قبيح ولا lazy كسول ولا honest ولا angry. طبعا he is kind and honest. طبعا honest معناها كريم. And I had an awful night. I dreamed that I lost my cat. يبقى هو حلم حلم فظيع awful nightmare اللي هو كابوس، ان هو حلم فيه ان هو فقد القطة بتاعته. I studied hard. علي studied hard. علي بيذاكر كويس. بيذاكر كويس ليه؟ to get good marks، حتى يحصل على درجات كويسة. is there not salt in the kitchen؟ طبعا سؤال والنفي، بنحط any هنا، هنحط any. is there any salt؟ طبعا بنحط any ما عدا العرض والطلب، يعني لو في عرض او طلب ما بنحطش any، بنحط some. my mom mixed the nut together. ميكس يعني خلطت، خلطت ايه توجذر تو ميك بسبوسة. خلطت طبعا المقادير او المكونات اللي هي كلمة ingredients. يبقى my mom mixed the ingredients together to make بسبوسة. John is not at football. زان عندي زان. طالما زان بنحط له صفة ER او من الصفات الريجولار زي good. good تبقى better. يبقى John is better than. better at football than. يبقى better. بعد كده بقول لي I wear new swimming not for my swimming lessons. swimming boots طبعا البوتس ما تلبسش في السويمنج. جوجلز نظارة السباحة. راكت المضرب. كورت الملعب. طبعا swimming جوجلز. I bought أنا اشتريت. I bought not skirt. white cotton. cotton white. cotton old. cotton small. طبعا معروف ان الاول اللون الاول وبعد اللون الماتيريال، يبقى white اللون color وcotton الماتيريال، يبقى white cotton skirt. page 144 read and match A with B. our school uniform is زي المدرسة الموحد بتاعنا. our school uniform طبعا هيبقى ايه؟ is really smart، شكله جميل، يبقى ده number one. Egypt is مصر طبعا دولة كبيرة، يبقى is a beautiful country، دولة جميلة. we grow a lime tree. لايم تري بنزل على لايم تري in our garden في حديقتنا. هاو اباوت، هاو اباوت وات اباوت بيجي بعدهم الفعل في اي ان جي، يبقى هاو اباوت going to the zoo. السؤال اللي بعده سؤال القطعه read the text. اقرا التكست او القطعه and answer the questions. there are many things we can do to live a healthier life. في اشياء كتير نستطيع ان نفعلها كي نعيش حياه صحيه. For example على سبيل المثال we can include fruit and vegetables in our meals. نستطيع ان احنا نضع الفواكه والخضروات في الوجبات بتاعتنا الاساسيه.
They are healthy and delicious. طعمها لذيذ وصحية. Junk food isn't good for us. Junk food اللي هو الأطعمة السريعة. الوجبات السريعة isn't good for us. ليه؟ طبعا هي good for us, so we shouldn't eat it a lot. طبعا ليه مش حلوة لنا؟ Because it's not healthy. غير صحية. Also try to do some exercise. يبقى طبعا دي حاجة كمان. يبقى حاجة منها الفروت and vegetables in our meals. تاني حاجة do some exercises أو exercise. Perhaps you love swimming زي مثلا السباحة or football أو لعب كرة القدم. Any kind of exercise is good for you. أي نوع من أنواع الرياضة طبعا ده شيء جيد ليك. You could ride your bike to school. تستطيع أن تركب الدراجة للمدرسة. Not only is this good exercise, مش فقط رياضة جيدة, ولكن but it means there are fewer cars on the road. هيبقى في سيارات أقل على الطريق and less pollution. والتلوث أقل. طبعا play games, العب ألعاب and have fun with your friends. واستمتع مع أصدقائك. طبعا have fun هنا لمعنى يستمتع. يبقى have fun معناها إيه؟ The underlined phrase have fun. فريز يعني جملة, الجملة اللي تحتها خط ديت يبقى معناها ايه؟ enjoy. study يدرس, paint يدهن, draw يرسم. طبعا enjoy بمعنى يستمتع. السؤال الاول this text is about, القطعة اللي احنا قرأنا دي كلها بتتكلم عن healthy life ولا traditional clothes ولا air pollution ولا food in Egypt. طبعا بتتكلم عن healthy life, حياة صحية. السؤال الثالث والرابع بيقول لي why shouldn't we eat junk food a lot. ليه ما ناكلش الأطعمة السريعة بكثرة؟ طبعا junk food because why, لماذا نقول because؟ يبقى because لأنها junk food, junk food isn't good, ليست جيدة for us, مش حلوة لينا, يعني مش حلوة لصحتنا. mention two healthy habits. two healthy habits يعني عادتين صحيتين we should do in the text. طبعا القطعة فيها حاجات كتير جدا. أول حاجة هنقول we can include, أول حاجة we can include fruit and vegetables والخضروات in our meal, in our meals, في الوجبات بتاعتنا. طب تاني حاجة نعملها you could ride your bike أو we could نحن نستطيع ride إن احنا نركب our bikes, نركب دراجاتنا. تالت حاجة برضو do some, نخلي الدي كابيتال لتر, يبقى do some exercise, نعمل بعض التمارين الرياضية. السؤال اللي بعده reorder, اعد ترتيب هذه الكلمات. reorder the words to make correct sentences. اول حاجة نبدأ بwood, يبقى would you like, هل أنت تحب, would you like some orange juice, هل تحب بعض عصير البرتقال. السؤال الثاني هنقول what did you pack for the holiday. طبعا هو رايح رحلة وهيعمل الشاجاز الشنطة بتاعته, يبقى what ما أو ماذا, what did you pack for the holiday. what did you pack for the holiday, يعني انت جهزت ايه للرحلة بتاعتك. on page 145 السؤال جايب I am, يبقى I am good at playing squash. I am
good at playing squash. السؤال اللي بعده هيبدأ بيو، يبقى you mustn't، يجب عليك ألا. you mustn't eat، يجب ألا تأكل. فين؟ in the classroom، in the classroom، لا تأكل في الفصل. سؤال البنكتويشن، what's Hamza's favorite food؟ طبعا الدبليو كابيتال لتر. What's Hamza's favorite food؟ طبعا ده سؤال يبقى ينتهي بكوشن مارك، علامة استفهام. السؤال اللي بعده بيبقى سؤال الباراجراف، بيقول لي رايت ابيوغرافي. بيوغرافي معناها سيرة ذاتية أو سيرة شخصية. البيوغرافي ده of about 40 words using the following guiding elements. عايزك تتكلم على sports athlete. طبعا sports athlete احنا ما خدناش في الملك بتاعنا، مثلا خدنا مجموعة من sports athlete أهمهم هداية ملاك، فاحنا هنكتب على هداية ملاك، هنسيب نص سطر نص سنتي هنا ونكتب، نبدأ نكتب على هداية ملاك. هنقول هداية، هداية ملاك طبعا ديت لاعبة رياضية، is very famous Egyptian sports athlete. sports athlete. طبعا البنوتة ديت كسبت جوائز كتير. she won many prizes. she won many prizes. كسبت جوائز كتير. البنت ديت she carried حملت علم مصر، the Egyptian flag علم مصر، at the Tokyo في دورة طوكيو الألعاب الأولمبية، طوكيو أولمبيك جيمز. طبعا دي دورة الألعاب الأولمبية. طبعا هي برضو بدأت تتمرن، يبقى شي began practicing إن هي تتمرن وتتدرب على رياضة التايكوندو. امتى؟ طبعا بقى تدرب at the age of 7، في عمر 7 سنين، at the age of 7، يعني عمرها 7 سنين كانت بتتمرن على اللعبة دي. وطبعا البنت ديت helped Moroccan athlete. she helped ساعدت موروكان أثليت لاعبة رياضية مغربية، على أساس إن هي طبعا البنت دي كانت ويز سبيشال نيد، كانت ذو احتياجات خاصة، سبيشال نيدز ذوي الاحتياجات الخاصة، تو وين ذا كومبيتيشن، عشان تكسب المسابقة، to win the competition. طبعا هنقول شي آخر حاجة نختم الجملة، she is a very clever
اثليت. كده خلصنا الاختبار على الثلاث وحدات الاولى والثانيه والثالثه. ان شاء الله في الفيديو القادم نبدا الوحده اللي بعد كده باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.